اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات. في الدرس السابق اخذنا موضوع التطبيقات العمليه على المهارات العظمى والصغرى، وشرحنا الموضوع بكل تفاصيله واخذنا بعض الامثله. واليوم ان شاء الله نكمل الامثله المتعلقه بهذا الموضوع، ومع مثال اخر. المثال يقول: جد حجم اكبر اسطوانه دائرية قائمة يمكن وضعها داخل مخروط ارتفاعه 12 سنتيم ونصف قطره 9 سنتيم. الخطوة الأولى في خطوات الحل هي الرسم. اسطوانة داخل مخروط، إذا يفضل أن أرسم الاسطوانة أولا، عفوا المخروط. المخروط أرسم أولا مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين. ثم القاعدة دائرية، هذا المخروط. المخروط ارتفاعه 9 سنتيم، 12 سنتيم. ارتفاعه 12 سنتيم. ونصف قطر قاعدته 9 سنتيم، إذا هذا البعد 12 سنتيم، وهذا البعد 9 سنتيم. شو موضوع داخل المخروط؟ موضوعها اسطوانة دائرية قائمة بلون آخر. اسطوانة دائرية قائمة هذه الاسطوانة موضوعها داخل المخروط. إذا الخطوة الأولى انتهينا. الخطوة الثانية نفرض الأبعاد. أنا طلاب طبيعة الحال شو اللي راح يصير على الاسطوانة؟ ليش؟ أنا جاي أقول جد حجم أكبر اسطوانة، إذا شو اللي راح يصير على الاسطوانة؟ نفرض أبعاد الاسطوانة. نفرض نصف قطر الاسطوانة R وارتفاعها H، هذا نصف قطرها R وارتفاعها H. الاسطوانة بها بعدين، نصف قطر وارتفاع. إذا تتذكرون الاسطوانة لما كانت داخل كرة في درس في مثال سابق، فرضنا الارتفاع 2 انش. وذكرنا أنه هذا الكلام فقط إذا كانت الاسطوانة داخل كرة. أما إذا موضوعها داخل أي شكل آخر عدا الكرة، فنفرض الارتفاع انش. رسم فرض أبعاد. بعد فرض الأبعاد، إيجاد علاقة بين الـ R والـ H. إيجاد علاقة بين R و H. ذكرنا في ملاحظة من الملاحظات أنه إذا كان الشكل موضوع داخل مخروط، نذهب لإيجاد علاقة إما إلى موضوع التناسب أو موضوع التان. طبعاً التان أو التناسب راح يعطيني نفس أشكل مثلثين، هذا المثلث الصغير وهذا المثلث الكبير. المثلث الصغير هذا والمثلث الكبير اكو زاوية مشتركة بيناتهم، زاوية مشتركة، خلينا نقول هذه الثيتا. الثيتا تان الثيتا تان الثيتا للمثلث الكبير للكبير هذا المثلث الكبير. شنو التان؟ المقابل. من المقابل الثيتا 9 على المجاور اللي هو 12، يعني راح يصير 3/4. تان الثيتا للمثلث الكبير المقابل، المقابل هو 9 والمجاور 12. وتان الثيتا للمثلث الصغير، هذا المثلث الصغير من المقابل R والمجاور هذا البعد. شوف المجاور شنو؟ كل الارتفاع هو 12، يروح منها H 12 ناقص H. الارتفاع كله 12، يروح منها H يبقى 12 ناقص H. إذا هذا البعد هو المجاور 12 ناقص H. ثانات بما انه هي نفس الزاويه، اذا 3/4
هي نفس اليون R على 12 ناقص H. هسه ايش طلب مني؟ اما اعزل R بدلالة H او H بدلالة R. طلاب اذا تتذكرون في ملاحظة ايضا ذكرنا انه عندما تكون ال R مع ال H دائما نستخرج H بدلالة R عدا اذا نستخدم فيثاغورس. نستخدم فيثاغورس في ايجاد العلاقة؟ لا، نستخدم التناسب او التام. فاذا اروح احاول هسه اوجد H بدلالة ال R. طرفين وسطين 4 R تساوي 12 ناقص H مضروبة بثلاثة. أريد أعزل الـ H فقط. 4 R 3 في 12 36 ناقص 3 H. أنقل 3 H لهذا الطرف وانقل 4 ار راح يصير 36 ناقص 4 ار، اعزل الاتش وحدها، اتش تساوي لي 36 ناقص 4 ار على 3. عزلنا اتش بدلاله ار. اعيد بشكل سريع. طلاب اول خطوه الرسم، رسمنا اسطوانه داخل مخروط، بعدين فرضيه الاسطوانه على شو راح يصير على الاسطوانه، الاسطوانه بها نصف قطر وبها ارتفاع فرضناهم. حتى اوجد علاقه بين الار والاتش، بما انه الشكل مرسوم داخل او موضوع داخل مخروط، نذهب الى اما التناسب او التام. الطالب مخير، اما التناسب او التام. تان الثيتا عندي مثلثين، تان الثيتا للمثلث الكبير هي 9 على 12، وللمثلث الصغير ار على 12 ناقص اتش. حتى التانات هي مستوية لنفس الزاوية، يعني جات تعمل مع نفس الزاوية لكن لمثلثين مختلفين. التان الأولى يساوي التان الثاني، 3 على 4 يساوي هذا المقدار. إذا أنا أعزل H بدلالة R لو R بدلالة H. في ملاحظة سابقة نعطيهم، إذا كانت صادفت R مع H نجد H بدلالة R عدا إذا أنا مستخدم نظرية فيثاغورس. أنا ما مستخدم نظرية فيثاغورس، إذا أوجد H بدلالة R في عدة خطوات رياضية. هاي الخطوة العلاقة وين أعوضها؟ أعوضها في القانون الواجب اشتقاقه. إذا يتطلب مني ماذا نشتق؟ أرجع للسؤال. جد حجم أكبر. كلمة أكبر مرتبطة ويا شكل مجسم هي الأسطوانة. إذا راح أشتق حجم الأسطوانة. كلمة أكبر مرتبطة مع شكل مجسم. حجم الأسطوانة R تربيع باي، مسافة قاعدة. في الارتفاع h، كل h شو تساوي؟ v تساوي ال r تربيع باي تنزل، بدل كل h 36 ناقص 4 r على 3. اسحب 3 مره مع الباي، باي على 3 تنزل، تدخل ال r تربيع القاوس 36 r تربيع ناقص 4 تكعيب. إذا حاليا العلاقة جاهزة للاشتقاق، نشتق في فتحة باعها 3 برمال العلاقة بها 36 R تربيع تساوي مشتقتها 72 R ناقص 12 R تربيع ويساوي لي إلى الصفر. أقسم على باعها 3 تبقى 72 R ناقص 12 R تربيع يساوي صفر. 12 R عامل مشترك يبقى 6 ناقص R. إما 12 R يساوي صفر، ال R يساوي صفر يهمل، نصف قطر صفر مستحيل، أو 6 ناقص R يساوي صفر، R يساوي 6. هذا نصف قطر. الارتفاع H 36 ناقص 4 R 4 في 6 24 على 3. ال H يساوي 36 ناقص 24 12 على 3 4 سنتي. إذا وجدنا نصف القطر، وجدنا الارتفاع، ايش رايد بالسؤال؟ رايد الحجم. نرجع نقول الحجم
للأسطوانة آر تربيع 36 باي اتش 4 يعني الحجم 144 باي سنتيمتر. انتهى المثال. أعيد بشكل سريع، جد حجم أكبر أسطوانة دارية ثانية وضعها داخل مخبوط وسط قطره 9 وارتفاعه 12 سنتيم. الرسم أولا، في الأشكال المتداخلة الطلاب دائما حاول ترسم الشكل الخارجي، رسمنا المخروط عبارة عن مثلث متساوي الساقين، كملنا القاعدة، ثم الشكل الداخلي هو الأسطوانة. بعد الرسم الفرضية، الفرضية عند وسط القطر وعند ارتفاع الأسطوانة، ثم إيجاد علاقة بين المتغيرات من خلال الملاحظات اللي ذكرناها، بما أنه شكل مرسوم أو موضوع داخل مخروط، نلجأ إلى التناسب أو التان، ثم بعد أن وجدنا العلاقة بين الآر والإتش، ماذا نشتاق؟ بعد أن أقرأ السؤال بشكل جيد، جد حجم أكبر أسطوانة، كلمة أكبر مرتبطة مع شكل مجسم. الأسطوانة شكل مجسم، إذا نشتاق حجم ذلك الشكل، حجم الأسطوانة في آر تربيع باي إتش. العلاقة التي وجدناها بين الآر والإتش نعوضها في القانون الواجب اشتقاقها، ثم نبسط العلاقة، نجد المضاربين في السؤال. نأخذ مثال آخر. جد مساحة أكبر مستطيل، جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل نصف دائرة، نصف قطرها 6 سنتيمتر. جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل نصف دائرة، مستطيل أريد أرسمه داخل نصف دائرة، نصف دائرة نصف قطرها 6 سنتيمتر، إذا أرسم نصف دائرة، أرسم نصف دائرة. هذا الرسم نصف الدائرة، نصف قطرها 6 سنتيمتر. أنت لاحظت السؤال يعني ممكن يثبت السؤال قطرها 6 سنتيمتر، فهذه الألفاظ يعني ممكن تغير مجرى السؤال كله. شو راح أرسم داخل الدائرة؟ راح أرسم مستطيل، راح أرسم مستطيل. إذا الرسم هو، بعد الرسم نفرض الأبعاد. طلاب في درس سابق أخذنا أسطوانة داخل كرة وفرضنا الارتفاع كان 2 إنش. الأسطوانة داخل الكرة تتمركز والمستطيل داخل الدائرة أو داخل نصف الدائرة أيضا يتمركز. لذلك الأبعاد لو كانت داخل دائرة راح أفرض 2 إكس في 2 واي، لكن بما أنه داخل دائرة نصف دائرة هذا الطول نفرض طول المستطيل 2 إكس وعرضه واي، إذا هذا واي هذا إكس بإكس، هاي أبعاد المستطيل، أبعاد المستطيل 2 إكس بواي. إيجاد علاقة، بما أنه شكل داخل دائرة أو داخل نصف دائرة نلجأ إلى فيثاغورس، هذا أيضا يمثل نصف قطر دائرة، هذا 6 سنتيم. حسب نظرية فيثاغورس هذا مثلث قائم بزاوية 90، كل إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 36. طلاب أريد تنتبهون على فهم مسألة، راح أوجد إكس تربيع بدلالة الواي، لو إكس بدلالة الواي، لو واي بدلالة إكس، من راح أشتق عليه؟ جد مساحة أكبر مستطيل، إذا أنا راح أشتق عندي منو المساحة؟ مساحة المستطيل، خلي مجال بسيط، مساحة المستطيل هي تساوي لي الطول في العرض، الطول 2 إكس. العرض واي، أوجد إكس بدلالة واي لو واي بدلالة إكس. بما أنه في قانون الاشتقاق الإكس والواي كلا اثنين من الدرجة الأولى، مو مشكلة أوجد إكس بدلالة واي أو واي بدلالة إكس، لأن بكل الأحوال أنا راح أجبر
36 ناقص اكس 40. فانا احتاج في قانون التعويض الاكس او الواي من الدرجه الاولى، وفي قانون العلاقه في العلاقه الاكس والواي من الدرجه الثانيه، فما يؤثر اذا اوجد اكس بدلاله واي او واي بدلاله اكس. يعني من ناحيه صعوبه السؤال، يتعقد السؤال او ما يتعقد، اثنين ما تاثر. اوجد اكس بدلاله واي او واي بدلاله اكس، لان بكل الاحوال انا احتاج اوجد اكس او الواي من الدرجه الاولى. يعني لو ذاكر اكس تربيع، لو واجد اكس تربيع يساوي 36 ناقص واي، اضطر الى ان اقول اكس يساوي 36 ناقص واي تربيع. وكذلك العلاقه نعوضها في قانون المساحه، يعني تساوي 2 اكس بدل كل واي 36 ناقص اكس تربيع. قلنا بدل ما عامل هذه حاصل ضرب دالتين، راح ادخل 2 اكس انجبر. 2 اكس لما تدخل للجبر تدخل 4 اكس تربيع، فيصير عندي 4 في 36 144 اكس تربيع ناقص 4 اكس تكعيب. بدل ما عامل هاي الداله على انه حاصل ضرب دالتين واشتت، تدخل 2 اكس للجبر تدخل 4 اكس تربيع، الاول تصير 144 والثاني تصير عفوا 144 اكس للقوة 4. المساحة تساوي 144 اكس تربيع ناقص 4 اكس للقوة 4 للقوة نصف. وصلنا مرحلة الاشتقاق. الاشتقاق حسب القاعدة السابعة، النصف تنزل أي فتحة، النصف تنزل المقدار بالكامل ينزل مثل ما هو، أربعة إكس للقوة أربعة للقوة سالب نصف. في مشتقة الداخل قوس، شنو مشتقة الداخل قوس؟ 288 إكس ناقص 16 اكس تكعيب وتساوي، او قبل ما نساويها للصفر مو مشكله، نساويها للصفر. اشتقاق حسب القاعده السابعه، النصف تنزل، الداله مثل ما هي نزلت داخل القوس للقوه سالب نصف، مشتقه داخل القوس 288 اكس ناقص 16 اكس تكعيب، ونساوي المشتقه الى الصفر. هذا السالب ينزل للمقام يصير موجب، ورجع تحت الجذر، وهذا المقدار يعني يصير عندي 288 اكس ناقص 16 اكس تكعيب على الجذر التربيعي لنصف 2 144 اكس تربيع ناقص 4 اكس للقوة 4 يساوي 0. طرف الوسطين يبقى 288 اكس ناقص 16 اكس تكعيب يساوي 0. نقسم على 16، هذا نقسمه على 16 يبقى لي 1، يبقى 12. 128 نقسم هنا 288 على 16، 1 في 16 يبقى 12، 8 بها 8 في 16 128 يعني 18 ناقص اكس تكعيب يساوي 0. الاكس عامل مشترك يبقى 18 ناقص اكس تربيع يساوي 0. اما اكس يساوي 0 يهمل، ما يصير اي بعد يساوي صفر او سالب، او اكس تربيع يساوي 18، بالتالي اكس يساوي جذر 18. اذا اكس جذر 18 يعني 2 اكس يساوي 2 جذر 18، هذا شنو؟ هذا الطول سنتيمتر. العرض الواي شلون يطلع؟ الواي يساوي جذر 36 ناقص اكس تربيع ناقص 18، يعني الواي
أيضا يساوي جذر 18 سنتيمتر. هذا الأبعاد الطول والعرض. هو شلون يجي المثال؟ جد المساحة. المساحة الأريا تساوي 2 في جذر 18 في جذر 18. الأريا تساوي 36 سنتيمتر تربيع. هاي المساحة المطلوبة. أعيد بشكل سريع طلاب. جد مساحة أكبر مستطيل يمكن رسمه داخل نصف دائرة نصف قطرها 6 سنتيم. هذا بالأزر في نصف الدائرة نصف قطرها 6 سنتيم. والمستطيل داخله رسمته بهذا الشكل. بعد الرسم الفرضية، الفرضية بما أنه مستطيل داخل دائرة يقابل الأسطوانة داخل الكرة، أيضا الأبعاد 2x بواي. لو كانت دائرة كاملة 2x ب2y تجنبا للكسور، وإلا ممكن أقول x بواي وبعدين لما أروح على فيثاغورس أصير x على 2 الكل تربيع، فحتى أتجنب الكسور أفرض الطول 2x والعرض y. بعدين وجدنا علاقة، ذكرنا أنه إما x بدلالة y أو y بدلالة x، وعرفنا ليش ما يأثر، لأنه قانون المساحة الذي سوف يخضع للاشتقاق الx والy كلاهما من الدرجة الأولى، كلاهما من الدرجة الأولى، وفي العلاقة في فيثاغورس كلاهما من يا درجة من الدرجة الثانية، فسواء اختاريت x بدلالة y أو y بدلالة x بالحالتين راح يخضع للجذر، فما يأثر يعني من ناحية صعوبة السؤال أو التحقيق في السؤال. فوجدنا y بدلالة x، هاي العلاقة عوضة في القانون الواجب اشتقاق. كلمة أكبر مرتبطة مع مستطيل، إذا أنا راح أشتق مساحة المستطيل. أشتق مساحة المستطيل. مساحة المستطيل الطول في العرض. الطول نزل، العرض هذا. جهزنا العلاقة الاشتقاق، وجدنا x وy. بعد أن وجدنا الطول والعرض رجعنا، هو ما رايد من عند الأبعاد، رايد من عند المساحة 2x y يعني 2 في جذر 18 في جذر 18، الجذر في جذر 18 في 2 36 سنتيمتر تربيع. المثال الآخر، جد نقطة أو أكثر تنتمي للقطع الزائد y تربيع ناقص x تربيع يساوي 3 بحيث تكون أقرب ما يمكن للنقطة الصفر ويساوي 4. طلاب ذكرنا في ملاحظة عندما يقول جد نقطة، نفرض نقطة، لكن بداية الرسم لا نحتاجه ولا احتاجنا فما راح يأثر كل شيء. هاي أولا. ثانيا من يقول تنتمي للقطع الزائد يسميني قطع زائد يسميني منحني، هذا ما يأثر علينا، بس هو راح يفهم أنه هو قطع، يفهمك أنه هو قطع زائد، ما يأثر على القطع. إذا ردت ترسم ارسم، إذا ما ردت ترسم ما يأثر كل شيء. فبما أنه طلب جد نقطة نفرض بوينت اكس واي تنتمي للقطع، نفرض نقطة تنتمي للقطع. في هذا الموضوع أو بالذات عندما قلنا يطلب مني نقطة ذكرنا أنه العلاقة المعطاة في السؤال هي العلاقة بين المتغيرات. إذا الآن راح يوفر علي إيجاد العلاقة بين المتغيرات. العلاقة المعطاة في السؤال ذكرنا في ملاحظة، في نفس الملاحظة، أنه تعتبر العلاقة المعطاة في السؤال أو معادلة المنحني هي العلاقة بين المتغيرات. بس راح مطلوب مني ماذا نشتغل؟ بحيث تكون أقرب، كلمة أقرب شدة تدل على إزاحة، كلمة أقرب تدل على إزاحة. إذا أقرب ما يمكن، أقرب ما يمكن، إذا راح أشتق الإزاحة. الإزاحة أو المسافة هي قانون المسافة بين النقطتين، النقطة الأولى هذه النقطة وهذه النقطة المسافة بيناتهم أقرب ما يمكن أو الإزاحة. إذا S تساوي تحت الجذر X ناقص صفر X تربيع Y ناقص 4 الكل تربيع. نرفع القوس الموجود عندي تحت الجذر X تربيع زائد مربع الأول ضعف الأول في الثاني زائد مربع الثاني. أريد أعوض أوجد العلاقة إما S بدلالة الـ X
أو الاسم دلالة الواي. إكس تربيع واي تربيع ناقص إكس تربيع يساوي ثلاثة. إذا أريد أعوض عن إكس تربيع فقط موجودة بكل سهولة، أقول كل واي تربيع ناقص ثلاثة يساوي شنو؟ إكس تربيع. أما إذا أريد أثبت الواي، أريد أتخلص من الواي، أحتاج الواي تربيع موجودة، وأحتاج الواي، الواي من أجيبه؟ فالأفضل أنه أعوض كل إكس تربيع بما يساوي. إذا الإزاعة تساوي بدل كل إكس تربيع واي تربيع ناقص 3 زائد واي تربيع ناقص 8 واي زائد 16. نبسط العلاقة ونجهزها بالاشتقاق، طبعا راح تصير القوة نصف، واي تربيع واي تربيع 2 واي تربيع ناقص 8 واي زائد سالب 3 موجب 16. اس فتحة النصف تنزل، العلاقة بأكملها تنزل ما موجود داخل القوس. القوة سالب نصف، مشتقة الداخل القوس 4 واي ناقص 8 ويساوي لي صفر، يساوي لنا صفر. الجذر ينزل، السالب نصف ينزل المقام راح يصير موجب نصف، وتصير عندي 4 واي ناقص 8 على الجذر التربيعي لاثنين واي تربيع ناقص 8 واي زائد 13. طرفين البسطين هاي تروح، يطلع 4 واي ناقص 8 يساوي صفر، 4 واي يساوي 8، الواي يساوي 2. هذا الاحداث الصادم. نرجع لهاي العلاقه، الاكس تربيع واي تربيع 4 ناقص 3 اكس تربيع يساوي 1، بمعنى اكس موجب سالب 1. اذا بوينت 1 النقطه الاولى هي 1 و2، والنقطه الثانيه سالب 1 و2. انتهى التمرين. هاي بشكل سريع، جد نقطة وأكثر تنتمي للقطع الزائد واي تربيع ناقص اكس تربيع يساوي 3، بحيث تكون هذه النقاط التي سنجدها أقرب ما يمكن لصفر وأربعة. طلاب من ذكرنا في ملاحظة، عندما يطلب نقطة نفرض نقطة، وذكرنا أنه الرسم لا حاجة له. من طلب نقطة فرضنا النقطة، وفي نفس الملاحظة ذكرنا أنه العلاقة المعطاة في السؤال في المعادلة المنحنية ستكون العلاقة بين x و y. فرضنا النقطة والعلاقة متوفرة، رسم لا يوجد، فرضية موجودة، إيجاد علاقة موجودة في السؤال أصلاً، ماذا نشتق؟ بحيث تكون أقرب، وكلمة أقرب يقصد بها إزاحة. الأقرب يعني إزاحة. الإزاحة بين من ومن وبين النقطة اللي فرضناها والنقطة 0 و 4. المسافة بين هذه النقطة وهذه النقطة بين هاي النقطتين هي أقرب ما يمكن، إذا راح أشتق الإزاحة. وجدنا الإزاحة. الآن عندي لو أعوض يبقى أثبت الإكسات فقط أو أثبت الوايات. طلاب لو أريد أثبت الإكس لازم أتخلص من الواي تربيع وأتخلص من الواي. أتخلص من الواي تربيع ممكن، لكن شوف إحنا هنا أعيدها بشكل سريع. واي تربيع تساوي 3 زائد إكس تربيع، ما في مشكلة. لكن الواي شو اعوض عنها؟ اعوض عنها لازم اقول تحت الجذر 3 زائد، فايش راح يصير عندي؟ جذر وداخل جذر، فابتعد عن هذا الاشكال. او ثبتنا من هنا ثبتنا الوايات، بدل كل اكس تربيع واي تربيع ناقص 3. اجهز العلاقه الاشتقاق، اشتقينا وجدنا قيمه واي، اعوض الواي هنا وجدنا قيم اكس. ننتقل الى مثال اخر. علبه اسطوانيه الشكل مفتوحة من الأعلى، سعتها 125 باي سنتيمتر مكعب. جد أبعادها عندما تكون مساحة المعدن المستخدم في صناعتها أقل ما يمكن. طلاب الرسم إذا رسمنا أو ما رسمنا ما راح أحتاج الرسم، وجرب أنت أنه أنت ترسم أو ما ترسم كل شيء ما تستطيع.
شغلي راح يصير جاي يطلب مني جد ابعاد الاسطوانه، الاسطوانه فيها نصف قطر وارتفاع. نفرض نصف قطر الاسطوانه ارتفاعها اتش. كيف اجد العلاقه؟ رسم تجاوزناها، فرضيه ايجاد علاقه. ايجاد علاقه الافكار انه هل عندي شكل متداخل؟ لا، هي مجرد اسطوانه ما عندي اشكال متداخله، لكن ناطيني في السؤال سعتها والسعه هي الحجم. ذكرنا في ملاحظه رقم 3 انه اذا يعطيني حجم او مساحه او محيط من عندها اوجد العلاقه بين الابعاد او بين التغيرات. فالحجم حجم الاسطوانه ار تربيع باي اتش. الحجم ناطيني يا 125 باي يساوي ار تربيع باي اتش، الباي مع الباي يبقى كل 125 اتش بدلاله ار وار بدلاله اتش. متفقين احنا ايضا انه اذا صدفت عندي الار مع الاتش وما مستخدم في دابلز فاقول كل اتش 125 على ار تربيع. اذا وجدنا العلاقه بين منو منو؟ بين الار والاتش. وين انتقل؟ ماذا نشتق؟ في ملاحظة من الملاحظات ذكرنا أنه عندما يقول أقل كمية من المعدن لصناعة شكل، نلاحظ مذاكرها بشكل مباشر، جد أبعادها عندما تكون مساحة المعدن المستخدم في صناعتها، إذا عبارة أقل ما يمكن، عبارة أقل ما يمكن مرتبطة ويا منو؟ مساحة. إذا راح أشتق مساحة الأسطوانة الكلية. لو تلاحظون علبة أسطوانية شكل مفتوحة من الأعلى، المساحة الكلية للأسطوانة شو تساوي؟ تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قاعدة واحدة. ليش قاعدة واحدة؟ لأن ذاكرنا مفتوحة من الأعلى. لو ذاكر الأسطوانة وسكت مساحة قاعدتين. على أساس احنا راح نشتق المساحة الكلية للأسطوانة؟ لا يذكر. عندما تكون مساحة المعدن المستخدم في صناعتها أقل ما يمكن راح أشتق المساحة الكلية. إذا المساحة الكلية تساوي مساحة جانبية زائد مساحة قاعدة واحدة، يعني الأريا تساوي هذه الاسطوانة شو المساحة الجانبية؟ الاسطوانة مساحتها الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع، القاعدة دائرة، محيطها القطر في النسبة الثابتة، هاي محيط قاعدة، في ارتفاع اتش، هاي مساحة القاعدة، عفوا محيط القاعدة في الارتفاع، هاي المساحة الجانبية. مساحة قاعدة واحدة، القاعدة دائرة، مساحتها ار تربيع باي. هذه الدائره الاسطوانه مساحتها الجانبيه محيط قاعده، القاعده دائره، محيطها 2 ار باي، القطر في النسبه الثابته، في الارتفاع اتش. هذه مساحه جانبيه. مساحه دائره واحده وقاعده واحده، القاعده هي دائره، خلاص قاعدة واحدة. العلاقة نعوضها، إذا بدل كل اتش 2 ار تنزل، بدل كل اتش طبعا الباي معاها، بدل كل اتش 125 على ار تربيع زائد ار تربيع باي. الار مع التربيع تروح، نجهز العلاقة 2 باي 250 باي على ار زائد ار تربيع باي. نشتق اي فتحه؟ هذه مشقتها سالب 250 باي على ار تربيع، هذه مشقتها 2 ار باي ويساوي صفر.
مشتقة 250 باي على ار، 250 باي مشتقة صفر فيها المقام صفر ناقص مشتقة المقام واحد، إذا تصفالي سالب 250 باي أقسم على 2 باي يبقى لي هنا سالب 125 على ار تربيع زائد ار يساوي صفر، أضرب في ار تربيع يبقى ار تكعيب أنقلها 125، إذا الار 5 سنتيمتر، هذا نصف قطر. الارتفاع اتش 125 على 5 تربيع 25، إذا الاتش 5 سنتيمتر. هذه أبعاد الأسطوانة، إيش رأيك منها بالسؤال؟ جد أبعادها، إذا انتهى السؤال. نعيد بشكل سريع. علبة أسطوانية الشكل مفتوحة من الأعلى سعتها 125 باي سنتيمتر مكعب، أي حجمها. جد أبعادها عندما تكون مساحة المعدن المستخدم في صناعتها أقل ما يمكن. الرسم، شوف طلاب أنا راح أرسم. هاي أسطوانة. أو ما أرسم. ما أستفاد من الرسم كل شيء. فإذا الرسم إذا ضروري أرسم وإذا مو ضروري ما حاجة أرسم، فيك ترسم وتعوف الرسم هاي مو مشكلة. الفرضية الأسطوانة شو بها؟ عاد بها رسم، طب بها ارتفاع. ماذا سنشتق؟ أو كيف أجد علاقة بين المتغيرات؟ ما عندي أشكال متداخلة، إذا واحد واثنين راح أتجاوزها. ناطيني بالسؤال حجم الأسطوانة، من الحجم أجد العلاقة بين الآر والإتش، من الحجم، عوضنا الحجم 125 باي، الباي مع الباي، بقت لي كل 125 يساوي لي آر تربيع إتش، إما إتش بدلالة آر أو آر بدلالة إتش بالتفعيل، الإتش بدلالة الآر. ماذا سنشتق؟ بعد قراءة السؤال عندما تكون مساحة المعدن المستخدم أقل ما يمكن، إذا كلمة أو عبارة أقل ما يمكن مرتبطة ويا المساحة. إذا أشتق مساحة الأسطوانة الكلية، وذاكريها في ملاحظة. الكلية هي جانبية زائد قاعدتين، لكن بما أنه الشكل الأسطوانة مفتوحة من الأعلى، راح تكون عندي قاعدة واحدة. الجانبية محيط قاعدة في ارتفاع، القاعدة الواحدة دائرة. جهزنا اتش بدلالة ار، هنا نعوضها، نبسط العلاقة، وجدنا الأبعاد ار و اتش. بهذا الدرس أو بهذا المثال يكون قد أنهينا موضوع التطبيقات العملية على النهايات العظمى والصغرى.